يقول هل العلماني كافر؟ العلمانية كفر والعياذ بالله، ما في كلام طبعا. العلمانية طبعا هذه كفر والعياذ بالله، رد الدين وحكم الإنسان لنفسه وحكم الشعب للشعب إلى غير ذلك، ورفض الأدلة والنصوص. لا شك أن العلمانية والعياذ بالله والليبرالية كلها كما أفتت اللجنة الدائمة والشيخ بن باز وغير واحد أنها كفر، نسأل الله السلامة والستر والعافية. لكن هل صاحبها كافر؟ هل صاحبها كافر اللي يقول فيه؟ وجهان للعلماء، منهم من قال نعم يكفر ولا يعذر بجهله إذا كان في كورة عامرة وفي بلد من بلاد المسلمين، قالوا أما إن كان في برية بعيدة وفي مكان لا يصله أهل علم ولا كذا، فقالوا هذا إنما يعذر فيها بإيش؟ يعذر فيها بجهله.